Hey! كويس، معنويات الفريق كلها كويسة، إن شاء الله يعني نديروا اللي علينا، مباراة خارج أرضنا ونطلع نتيجة إيجابية ونفرحوا بها الجمهور إن شاء الله. استعدت أكيد تركيز عالي، تركيز معنا تبديناها من أول أسبوع، اللاعبين جاهزين، جميع الظروف كانت ملائمة، السفر الرحلة طيبة، يظهر لي اليوم عازمين كل العزم باش نرجعوا بالنتيجة إيجابية. إن شاء الله نفرح جمهورنا العزيز الغالي اللي استنى في نتيجة طيبة من اليوم، وباش نترشح إن شاء الله نحاول نحسموها من مباراة الذهاب. دخلنا في المقابلة عندنا أسبوع، معناتها المقابلة يستنى فيها جماهير نادي الرياضي الصفاقسي، أحباء تونس الكل. إن شاء الله نادي الصفاقسي يرجع لمكانته المعهودة ونتعديو الدور هذه، رغم معناتها صعوبة المنافس اللي عنده امكانيات باهيه، ما ماهوش خير منا شفناه في المقابلات والاخرى. ان شاء الله كما قلت لك حاضرين، وبقدره ربي معناتها لجور جي نكونوا في احسن حالاتنا، واذا كنا في احسن حالاتنا باش تسهل لنا برشا المقابله.